دير الزور 1/7/2012 مجزرة حقيقية في مدينة دير الزور. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. أصبحت مدينة دير الزور تدفن شهداءها في المنازل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. لا أحد يخاف يا شباب، لا أحد يخاف. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. روح 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 عليك يا بشار. على إصلاحاتك يا ابن الناس، إصلاحاتك يا ابن الحرام.